دايما بتكون بأهم العناوين. مرجان حالة رئيس الأهلي مستقرة ويغادر المستشفى خلال اليومين القادمين. طارق سليمان مدرب للحراس، عادل مصطفى مدرب مساعد لفريق الأهلي. الخطيب يسابق الزمن للتعاقد مع جهاز أجنبي. الأهلي يبدأ الاستعداد للمقاولون تحت قيادة محمد يوسف. كارترون مودع عن جماهير الأهلي، سامحوني على ضياع اللقب. أجاري ضم 3 لاعبين من المنتخب الأولمبي. اتحاد الكرة يحدد 25,000 دولار لاستقدام حكام أجانب.